رحم الله أمواتكم. يا الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير والإيمان، تقبل الله صالح الأعمال في هذه العشية. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم مد لنا يد العون، أقبل علينا بوجهك الكريم، انظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة من عندك، نستوجب بذلك غفران الذنوب، ستر العيوب، كشف الكروب، شفاء المرضى من أوصانا بالدعاء. أحبائي، أعزائي، آبائي، إخواني، أبنائنا، أكو ناس تتابعكم بهاي المجالس وعدها أمل أن تشملوهم بدعائكم، مرضاهم، حوائجهم، ناس بالغروب، ناس في أبعد مكان في الأرض تتابعكم، ترجو منكم الدعاء وتلتمس منكم الدعاء وتحسن بكم الظن أنكم في هاي المجالس وبهاي العبرات وبهاي الدموع وبهاي الروحية اللي عندكم، فاشركوهم بدعواتكم وطلبوا لهم حوائجهم، بارك الله فيكم. اللهم من أرادنا بسوء فأرده، ومن كادنا فكده، اللهم اجعلنا ممن يدافع عنك وعن كتابك يا رب العالمين وعن نبيك وآل نبيك، وارزقنا قضاء الحوائج ببركة الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا صاحب المصيبة الراتبة، ويا صريع الدمعة الساكبة، ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما إن شاء الله، فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. فداء لمثواك من مضجعي، تنوري بالأبلج الأروع، ورعيا ليومك يوم الطفوف، وسقيا لأرضك من
ترجعي وحزنا وويلاه يا أبا عبد الله لا ناصر لك ولا معين وحزنا عليك بحبس النفوس وحزنا عليك بحبس النفوس على نهجك النير المهيع بكربلاء الأنصار يا حيفا الها بها لو رتب ما حدنا لها. سووا ذولا ايش حصلوا؟ شنو كان موقفهم؟ ذولا الأنصار شنو كانت نواياهم؟ شنو كانت أرواحهم؟ شنو قلوبهم؟ شارك لي بالونة شوية على كيفك. يلا بكربلاء الأنصار يا حيفا الها بهنا لو رت يا بمحدنا حي بمظاهر وحي كل الانصار من تدنوا للحرب شبوا والقصيد نواياهم نفوسهم والقصيد الحسين يفدون الأعمار وعن خدير زينب تحود انزالها يوم طبوا للحرب تسمع وعي وبيها صارت صك صك وصفق الحدي شبكيت ولسيوفهم تسمع رعي وغدت ظلمة ولاح بيها هلالها لاح بيها هلال وانطاح الهيب وصار يلعب لعب الرايح به والقمر عباس عنها ما يغيب باليمين وبالقلب وشمالها كأنه صار حديث كأنه صار كلام كأنه صار جدال وسجال وأخذ ورد إنه منه اللي يبدي القتال الأنصار لو بني هاشم هتف عباس وحدة وصار الجدال هسه اسمع بس اسمع والهاشم قالت علينا النزال والأصحاب تناخت وقالت محال بالنفوس احنا الذي نبديلها اشبول حيدر قالت العزب الصقال
والابطال يهولهم لاقى الابطال هاشم تنهض بالحمول الثقال والكلافه للكلافه تشيلها. الله يرحم سيد جاسم، انا بالابتدائيه واسمع منه هاي الابيات وامي تقرا وياه. اي والله. قالت الانصار ذل على الانصار لو بدت هاشم نقص ونصير عار، ليش طلقنا النساء وعفنا الديار؟ شلون موقف هذا؟ ليش طلقنا النساء وعفنا الديار، كون حق اهل المجد نفديلها، نجري حق المرتضى وحق البتول، اتجمعت شبانها شيب وكهول، وقالت الانصار يا حسين اش تقول، صحبتك يا هاشم تبديلها، قال تبدا انصارنا وسالت العين وحزها بيب العلم يم وجه الحسين، اليوم دون الدار ونشيد الدين، اليوم الهموم عليك نزيلها. ارفع لي ايدك، ها الليلة ليلة انصار، ليلة انصار بويا، فد هتافين ثلاثة للانصار، انصارك يا حسين تتعاهد وياك، انصارك يا حسين نرفع لك صرختنا ونخلد وقفتنا، نرفع لك ونخلد، نتعاهد وياك هالهتاف هذا وبعد هتاف، واسالكم الدعاء شلون اذب انا اذب وياي. انصارك يا حسين تتعاهد وياك، انصارك ماكو صوت بعد بعد، انصارك نرفع لك صرختنا ونخلد وقفتنا، نرفع لك صرختنا ونخلد وقفتنا، شنو؟ ونتعاهد وياك، جاوب لو لا، انصارك يا حسين نتعاهد وياك، ماكو جواب، انصارك يا حسين نتعاهد وياك، جاوب نرفع لك صرختنا ونخلد وقفتنا، نرفع نتعاهد وياك. خير يومه، أول يومه، اللهم اجعل أول يومي شنو؟ صلاح. خلاص، فهاي نقطة كلش مهمة، شلون ما يغلب نفس الإنسان؟ السؤال الثاني، يغلب نفسه في مسألة الغيبة؟ يحاول يبذل جهده، يبذل قصارى جهده أن يمتنع من الغيبة، كن ما يأخذ غيبة، يطعن بالآخرين أو يتلذذ بالكلام عن الآخرين، هذا اختبار، اختبار دين، هذا الإنسان يغلب نفسه لو نفسه تغلب، إن النفس لأمارة إلا ما رحم رب، فهاي اختبارات معبالك سهلة، يقهر هواه، هذا الهوى مولانا، هذا الهوى مشكلة، أفرأيت من اتخذ إلهه، يقول النبي صلى الله عليه، أخوف ما أخاف عليكم اثنتان، اتباع الهوى وطول الأمل، أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخر. تعيش الباكر، خلي أنا وياك نخطط الباكر، شكو به، خلي أنا وياك نفكر باكر بيوم العباس ايش نطبخ، باكر بيوم العباس ايش نقرا، باكر بيوم العباس ايش نسوي، شكو به، نساعد فقير، نساعد العائلة، كل شكو به نفكر. بالعكس الامل يحرك الانسان نحو العمل، لولا الامل لبطل العمل، بس طول الامل
لا مشكلة، يدوخك يتعبك ينسيك الآخرة، وإذا نسيت الآخرة أنت تاهت كل أمورك. فأخوف ما أخاف عليك. الاختبار لازم الإنسان يقهر هواه. إن الجنة هي المأوى لمن نهى النفس عن الهوى. هذا اللعين شمر يقولون لما جلس على صدر الحسين وويلاه يا أبا عبد الله، يقول لأقتلك وإني أعلم أنه لا يوجد على وجه الأرض ابن بنت نبي غيرك. هذا من المسيطر هنا؟ الدين. من المسيطر؟ العقل. ما ممكن، الهوى مسيطر. أحبائي هاي شوفوا، هاي مشكلة. فالإنسان حتى ينجح بالاختبارات الكبار والامتحانات الكبار، تعال تعال هذا ميدان، اغلب بي نفسك، اقهر بي هواك، خلصت هاي. وهذا الشيطان اللي قاعد لك على الطريق، وهذا الشيطان اللي يسول لك ويوسوس لك وقاعد لك قعدة يقطع عليك الطريق. أمير المؤمنين لما مر على جثث، على جثث أصحاب النهروان، لأن تدري مر عليهم وانقتل منهم عدد كبير، كان يردد كلمات وهو يمشي بين الجثث، قال لقد خدعهم وغرهم. اسمع الناس تسمع، يقول أمير لقد خدعهم وغرهم. فقال له سيدي أبا الحسن من؟ قال الشيطان والأنفس الأمارة بالسوء. خدعهم اللي خلاهم يقاتلون منه، علي بن أبي طالب، علي مع الحق. شلون أنت تتصور واحد بهالجرأة ويقاتل أمير المؤمنين؟ هذا الإنسان النموذج اللي يحن على عدوه. عبد الرحمن بن ملجم ضربه وتجاوز شهر رمضان وبيت الله، هو شي صيح بني حسن لا تقيد أسيرك، لا تربطه بحبل، اطعمه. منين انت اذا واحد قاتل ابوك منين توكله؟ بينك ما بين الله، بينك ما بين الله. ايش تطي من اكل؟ يقول لي ما اطي، اجيب له شلون اكل؟ لا، يقول له اطعمه من طعامك، الجدر التاكل بيه والخبز اللي راح يصبوا لك اياها منها. طلع عبد الرحمن بن ملجم، يعني امير المؤمنين شوف ايش قد ما يشوف هذا الامر، بس يشوف العدل، يشوف الإنسانية، يشوف الخير، يشوف الخلق، يشوف المروءة. فقيل له هذا المجرم قاتلك، قال لا نزداد على من ظلمنا إلا عفوا. هذا أي واحد يظلمنا احنا ايش نزداد؟ عفو. هذا هو، هذا نموذج الحي والنموذج للإنسانية بمعنى الكلمة. والدين اثنينات، دين وإنسانية، ذني عدالة صحيحة، حق بمعنى الكلمة. فتشوف انت الشيطان يخدع، ولذلك هو يغر ناس، غر ناس وخلاهم يحاربون آل بيت رسول الله. يجي واحد بيوم العاشر من يهجمون على المخيم، ياخذ التراجي من طفله يجرهن جر، وانت شايف طفله مسنتين ثلاثه، خو يقدر واحد ينزحن من عدها على كيف وياخذها، ماكو مشكلة. هاي الطفلة انت اذا قضيت اذنها وشلت التركية من عدها خلص، لكن جرهن جر. تقول شوف 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 الشيطان وين مشتغل وبنادم في غفلة. يقول الخبر كان مني جر التراكي يبكي، قلت له ما يبكيك؟ شافت الدم عليها، ما يبكيك؟ قال كيف لا أبكي وأنا أسلب ابنة رسول الله. هاي هاي شي يسموها الآن، روح استنطق علم النفس، روح استنطق علم الاجتماع، روح اسأل الباحثين والمفكرين، هاي شي يسموها؟ يقول لك هاي الازدواجية، الإنسان يصلي ويكذب، يصوم ويأكل حرام، هاي ازدواجية، هاي تحكم الإنسان، ازدواجية تدمر الإنسان أصلاً، تخليه لقمة سهلة بيد إبليس. عندنا رواية تقول الإنسان إذا يغضب يكون بيد الشيطان كالكرة بيد الصبي. إذا يغضب كان من يعصي ومن يشتغل بالحرام ويأكل ربا، وهاي مو قضية سهلة بويا، ترى مو سهلة. عندكم شاعر هنا من أهل البصرة
ما أدري منين يسولف عن هذا الموقف، كأنها البنية تشكو لأبوها. أنا ذكرتني دمعة الشباب ذول، تقول له أرد أسولف لك يا زاكي، يا حسين يا حلو المحاكي، بويا ترى بنيتك ترى شبعت بواكي، بويا تدري لو ما تدري ترى وقع دم ولحم ويه ترى. زين ليش؟ إذا إبليس مشتغل لو ما مشتغل؟ مشتغل إبليس. فكيف الإنسان يحمي نفسه من إبليس ويحمي نفسه من الشيطان حتى يفوز بالاختبار الآخر؟ وتعرفون قصة طالوت قدامكم بالقرآن. قصة طالوت رادهم بالاختبار ما يشربون ماي، ليش؟ حتى يثبتون بالمعركة، حتى بالمعركة يصمدون. قالهم راح نمر بنهار لا تشربون ماي، كل الاختبار كان عدم شرب الماي. هسا أنا أختبر لواحد أقول له هذا القلاص يمك ومنا لآخر المجلس لا تشرب ماي، وداعتك وداعت الحسين يعيش صراع ما له مثيل. صدقني أنا خادمك، يعيش أزمة بداخله. هسا خلي يمه وقل له بس منا للنعي لا تشرب، كل ساعة يباع الماي يوديهش حتى كوبيهم يضم وراه. ليش؟ لأنه اختباره راح يصير شنو؟ على محك، على صراع. قال لهم لا تشربون ماي، فقط لا تشربون ماي. شربوا ماي. وين القائد اللي يأمر؟ القائد اللي يأمر جنوده وين الامتثال؟ الامتثال وينه؟ وهو كان شنو؟ لا تشربون ماي. انت بينك ما بين الله يصير جندي يروح للمعركة عطشان؟ لا ما يصير، عسكريا ما يصير، لازم يشرب ماي ويروح. بس هو عنده غاية، مثل يعقوب من قالهم لا تدخلوا من باب واحدة وادخلوا منين؟ قال له لشنو؟ قال لهم غاية في نفسي يعقوب قضى، عندي هدف عندي غاية. امتثلوا انتم وخلص. ما امتثلوا بالمعركة، فشلوا. وصلوا للمعركة قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. الما شربوا ماي، اللي سمعوا نصيحة طالوت ونجحوا بالاختبار رفعوا ايديهم بالدعاء، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت وانصرنا. هم اللي حققوا نتائج عسكرية طيبة وهم ما شربوا ماي. فالاختبار احبائي 50 سنة مليئة بالأحداث. الحسين حاسبهن يوم يوم، الحسين يراقبهن ساعة ساعة، الحسين مخليهن مقدمات لثورته لأن راح يثور في ساعة الصفر وينهض في يوم من الأيام. وش قد لحوا عليه، وش قد رادوا من عنده ينهض، وش قد كاتبوا، وش قد أبدا. وهاي القصة عندكم، وأكيد يا شيعة أنتم عقال وحبابين وطيبين وتفهمون بسرعة. الإمام الصادق من جابوا له كتاب ورجل الخراساني قال له لك 100,000 سيف تقدر تغير بهم المعادلة، تقلب الأمور، شو تسوي انقلاب سوي. والإمام قاعد يم الرسول وجايب له الكتاب، وطب واحد من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. من طب وهذا قاعد الإمام مباشرة قال له سجر التنور، ذب الحطب التنور، حرق التنور، صارت بنار. قال له ادخل في التنور، دخل في التنور. وهذا يباوع، قال له ذول 100,000 اللي موعدني بيهم ومعادلياهم وتقول لي سوي بهم انقلاب مثل هذا؟ قال له لا مولاي خليك بمكانك أنا راجع، عرفت الجواب. وهذا انتهت النار، طفى الحطب، طلع ينفض هدومه عباته واجي. أقول هذا شقد عدة تسليم، هذا شقد عدة إيمان بأن الإمام من قال له خلاص انتهت. شلون الأمير المؤمنين من إجا واحد قال له أبا الحسن راح أموت من الجوع أنا وعيالي، يقولون كان الطابوق أحجارة بالقاع، قال له جيبها، شالها كدمة مال طابوق أحجار، قال له حولها ذهب، قال له كيف؟ قال له اقسم عليها باسمي، قسم على الحجارة باسم علي بن أبي طالب صار الذهب. صارت بيدة ذهب. قال له خذ حاجتك منها لأن كبيرة هواي، ماليتها كثيرة ذات الصرف. قال له كيف؟ قال له قسم عليها باسمي، يقول قسم عليها باسم أمير المؤمنين صارت بيدة ثلمة. قال له رجع الباقي حجر. قال له كيف؟ قال له يا قليل اليقين اقسم عليها باسمي. مو مرتين أقول لك،
فشوف الاختبار ما عبالك سهل، الإنسان أن يبقى على صمود وثبات. عادوا الكرة على الإمام الصادق مرة أخرى، سيدي ليش ما تسوي انقلاب؟ هاي حكومة بن العباس، هذا المنصور سفاك دماء، خلنا نسوي. الإمام كان من يمشي قدامه فرد رجل راعي بعض رؤوس الأغنام تمشي قدامه، يعني مو ماشية كثيرة، كم رأس غنم؟ قال لي يا هذا لو كان لي بعدد هذه الأغنام لفعلت ما فعلت، لو عدي بقذوله. وهاي الحقيقة أحبة، اتقبلها اتقبلها وعيش واقعك. اعرف الزمان، أول مجلس كان عندنا اعرف الزمان تعرف أهله. الاختبار كان شديد، المال وين يروح؟ لذلك بني أمية كانوا هواي معولين على المال. عبيد الله بن زياد كانت ورقته الرابحة اللي يغير بيها ويعطل بيها ويربك بيها الوضع المال، وفعلا غير هواي نفوس بالمال. الرعب إذا الإنسان ما يخاف من الله وما بداخله خوف من الله يقوم يخاف من البشر. من خاف الله خاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل رعب استولى على النفوس والقلوب، بحيث الحسين يطلع برضيع يريد لما ما يطو. قال إن كان الذنب للكبار فما ذنب الصغار؟ ماكو، قام يصيحون لا تبقوا لآل البيت باقية. وهي مشكلة أحبة. فكان الاختبار شديد، 50 سنة تلوث، انعدام المقاييس، غياب المعايير، المال يحكم، الكذب يحكم، السلطة تحكم. الحسين بصراحة طالبهم إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخشون المعاد فعيشوا أحرارا في دنياكم. هنا تبين الغربال رح يغربل الناس. قد صاروا ويا الحسين، ما عدنا التاريخ يقول 150 نفر، ما عدنا كلام بالتاريخ يقولون 200-300 ويا الحسين أبدا. كل اللي صاروا 100 دون 100، واللي التحقوا بعد وياه ازداد العدد أفراد من معسكر عمر بن سعد انتقلوا. وتشوف كانوا يطبلون ويصفقون ويصفرون ويفعلون ضوضاء بالسيوف والدروع، ليش؟ حتى الناس ما تسمع كلام الحسين، بس تسمع كلام الحسين الناس تفتش، بس تسمع هذا الكلام شنو راح تعرف الحق من الباطل، راح تشوف الأمور. وشمر كان يثرثر صاح على الحسين لقد أبرمتنا بكثرة كلامك، دوختنا تعبتنا ولم نفقه مما تقول شيء، وكل شيء ما افتهمنا من عندك. هذا شمر يدير الأمور كلها. وأنا أقسم لك بالحسين ومصيبته وما جرى على عياله لا يخلو زمان لا من شمر ولا من غيره، دائما في كل زمان شمر. بس وين اللي يعرفه؟ وين اللي يميزه؟ وين اللي يفهمه وياخذ حذر وينجو بدينه؟ هاي النقطة المهمة. فشمر كان ما يخلي الناس تسمع كلام الإمام الحسين أبدا. صلى الإمام الحسين يوم العاشر، هجموا عليه بالصلاة، واللي من أصحابه صار لدرع وقف قدامه. إيش قد دخل في جسده؟ 13 سهم وهو واقف. لما خلص الحسين صلاته وقع صريع بين يدي الحسين وهو لا يقول إلا كلمة واحدة: أوفيت؟ شوف وين التربية؟ وين احنا مرات نقدم لنا عمل بسيط نخبص الدنيا، نأدي لنا فرد شيء بسيط نثور على الناس، نصير عصبيين، نغضب، نسوي ما نسوي، عملنا بسيط قيمته قليلة جدا، كلش قيمته قليلة. وهاي حقيقة أحبائي. فالاختبار كان صعب، وإذا بالغربلة لا تنتج إلا هذه الثلة اللي يصفهم الإمام الصادق: السلام عليكم يا أولياء الله وأحبائه. هاي أحب الله، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه. شلون اختيار هذا؟ إذن صلاتهم كانت صحيحة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صومهم كان صحيح، قراءتهم للقرآن
كانت صحيحة، إيمانهم بالله وباليوم الآخر كان صحيح، دينهم كان دين موطين، ما عندهم نفاق، ما عندهم كذب، ما عندهم غش، ما عندهم خداع، عندهم القضية خلص. إضافة إلى أهم نقطة، هذا الاختبار إلي وإلك واجب بيت الليلة، إنهم مش عندهم الدنيا باقين بها، لو خطار ويمشون شنو النظرة الفكرة، شنو العد الإنسان هاي يحقق بينه وبين نفسه. هذا كان الاختبار، لذلك من خطب في منى وطلع إيش قال؟ خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني لأسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبة، لا محيص من يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت. وهي هم تنقرب معنيين بس المقام ما يسعها، هم معنيين يعني، مرة أهل البيت برضاهم يرضى الله، ومرة أهل البيت يرضون لرضا الله، هم إلها قراءتين ومعنيين كبيرين. ثم قال ألا فمن كان باذلا فينا مهجته، يقدمنا على كل شيء، على نفسه لازم يغلب نفسه، يا الله يقدمهم على هواه، لازم يقهر هواه، يقدمهم على طاعة الشيطان. يا بني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، لازم يقدمهم على الدنيا، يقدمهم على كل شيء. ألا فمن كان باذلا فينا مهجة، بعد موقفه ضيف بالدنيا ويطلع بأي وقت له، هاي الدنيا دار أبدية، موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. تشوف أنت ذول الثلة اللي نجحوا في كل الاختبارات الامتحانات اليومية، ونجحوا بالاختبارات الفصلية والامتحانات الشهرية، ونجحوا بامتحانات نص السنة، كانوا مهيئين لامتحان أخير السنة، قارين ودارسين ومراجعين الأسئلة والخبرة كلها عندهم، وواقفين وما يردون إلا النجاح، ما يردون يغشون ولا يردون يغلطون إلا النجاح، ومصرين. يا أبا الحسين ليلة العاشر قال لهم روحوا، قال له لا، كل واحد من أهل بيتي يحط إيده بإيد واحد من أصحابي فيتخذ هذا الليل جملا، القوم يطلبوني أنا مقصدهم. قال له لا، زهير قال له لو أني أقتل ثم أحرق ثم أنشر لو فعل بي ذلك ألف مرة ما تركتك. قال عقيل الطو موقفهم، عابس الطو موقفه، لذلك لما صلى بهم صلاة الصبح فجر يوم العاشر قام بهم خطيبة، وقف لهم يخطب بهم، ومن خطبته بعد الحمد والثناء قال لهم قوموا للموت يرحمكم الله، أذن الله بقتلكم وقتلي، خلص. ومن انضربوا بالسهام، رشقت سهام أولى حتى السهام دخلت للخيم على النساء وصاحن النساء وفزعا، الإمام الحسين قال لهم هذه رسل القوم إليكم، ترى دزوا لكم رسالة، يلا استعد وتشوف تسمع أنت، من جلت الغبرة بالنزلة الأولى إلا وخمسين صريع من معسكر الحسين، جون صريع وعمره شقد جون عمي، ماك واحد بعمره الآن قاعد بالمجلس، يمكن ببيته قاعد، ممكن لي صديق عمره 92 سنة في أعرفه، بس ما موجود الآن، جون تعدى عمره 90 سنة، فالحسين تركه في حل، فكان يبكي جون دموع على خده، يباوع الحسين لا ناصر ولا معين، هاي الناس وينها تصلي، هاي الناس تصوم وينها، ولكم كنا جون هيك يسولف حق يقول ولكم شلون تصلي وما تعرف الحسين، شلون تصوم وتحج وما تحب الحسين، حاير جون. فباوع للحسين لا ناصر ولا معين، أفراد، وأنه بيشوف العطش السوى بيهم، فإجى للحسين قال له أبا عبد الله ما تشمني بهاي الرحمة، ما تشمني بهاللطف. قال ماذا يا جون؟ قال له أذلي أريد أقاتل، رجال فوق 90 سنة
قل له جون، قل له بلى سيد، قل له أنت تبعتنا طلبا للعافية، أنت غلام وتخدم وهاي مو شغلتك ومو مسؤوليتك. بكى جون قال سيدي إن لوني أسود وريحي نتن وحسبي لئيم، أما تتنفس علي بالجن؟ هذا طلب بينك ما بين الله، هذا مو حكي مال علماء، هذا مو حكي مال عارفين. فأصر على الحسين وأذن له الحسين. أرباب المقاتل يقول كلما يمر أحد من مصرع جون يشم رائحة طيبة، شم ريحة طيبة من يمر من يم جون. وجون فاز، صار من أولياء الله وأحبائه، أنصار الله أو الأصفياء الله وأود. هذا المسيح اللي التحق بركب الحسين، هو وأمه وزوجته. زوجته تحبه ومسيحية وتقول له أنا وياك جدد جديدي العهد، فلا تفجع قلبي، أريدك تبقى. أمه شو تقول له؟ اعزب عنها، لا تسمع لقولها، امضي وقاتل دون الطيبين وأبناء الطيبين. روح روح ابني، هذا الحسين لا ناصر ولا معي. فراح قاتل، من قاتل هذا الرجل بطل شجاع، انتصر في الجولة ورجع مع العطش مع الأذى، وقف بين يدي أمه قال أرضيتي؟ قالت لا. ليش يمه؟ قالت بني أتفجع الزهراء بالحسين ولا أفجع؟ لا تستغرب لا تستغرب، ترى هاي المرة مثقفة، هاي أم وهب مثقفة. ليش؟ لأن قبل 50 سنة المعلومة عد الزهراء أن الحسين يقتل. قبل 50 سنة المسلمين والمجتمع عرف أن الحسين يقتل، والزهراء عرفت أن الحسين يقتل، والمعلومة واضحة. فلما تقول تحكي بتاريخ، هاي المرة تتكلم بتاريخ، لا تنبؤ ولا تكهن، عندها معلومة تاريخية مثقفة وتعرف ذولا منه، تقول له قاتل دون الطيبين وأبناء الطيبين. فبرز مرة أخرى وترك زوجته متلوعة تبكي عليه، لكن في الجولة الثانية صرع، ولما صرع وهو بأنفاسه نظر إذا بزوجته تحمل سيف وتنادي يا وهاب، نفس شعار أمه قاتل دون الطيبين. إي والله أبو علي أقولها للتاريخ، حرامات كنا في عالم الأصلاب، ما أدري وين كنا أبو علي عنك، ما أدري وين كنا. اللهم اشهد اللهم اشهد، ليتني دونك نهبا للسيوف، ليت العطش أذاب الفؤاد، ليت الرماح طعنتنا، ليت الخيل دازت على صدورنا. صيح ثلاثا حسين. استغرب وهب لما رأى زوجته تحمل السيف وتنادي يا وهب قاتل دون الطيبين وأبناء الطيبين. قال يا هذه قبل قليل تمنعيني، ماذا جرى الآن تقاتلين وتنادين بهذا النداء؟ قالت يا وهب لا تلمني. يا وهب لا تلمني، إن واعية الحسين كسر. أيوة حسينا، أيوة غريبا، أيوة مظلوما.
لا تلمني لا تلمني يا وهاب، إن واعية الحسين كسرت قلبي. قال: ما رأيتي؟ ماذا سمعتي؟ قالت: لقد رأيت الحسين بباب مخيمه دموع على خده ينادي وقلة ناصر. أجركم الله بعد أن قضوا الأصحاب وأهل البيت، وقف الحسين ينادي بأعلى صوته: يا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجة، ما لي أدعوكم فلا تجيبون؟ أنتم نيام أرجوكم تنتبهون، هل حالت مودتكم دون إمامكم؟ ثم رفع صوت وصاح به: ثم نادى زهير، ثم نادى مسلم، ثم صاح: بني قاسم، ثم نادى بني علي، ثم صاح: أخي عباس. أخي عباس. ثم أجاب نفسه: عتبت على الموت وما على الموت معاتب، غدا وهذا على حر القاع مطروح، وذاك يعالج ودما انحرى يفوح، وهذا من الطعن ما بقت بروح، وذاك من الطبر جسمه اتخذم، تعن نحسيا وشب المعارة، لقاها مطرحة ودمها تجارة، صفق بيده وتلهف على انصاره، وعليهم دمع عين انحدر واسجم، غدا يعتب عليها بقلب معلوم: يطيب لكم يا فرسان الوغى النوم، وتخلوني وحيد بين القوم، وكل منهم لعد كتلي تولم: اشلون عيونكم يا اهل الوفتنا، وتسمعون الحرام لاجت بالخيام، قامت تفطر بعلقاع الاجسام، ورادت تنتهض لولا المحتم. اسمع هالكلمات كأنه حال الحسين: انا وياك وين وين القبل، سور على المخيم جانوا، ما هانوا انصار عليه ما هانوا، ضياغم على العدم انصالوا وجالوا، خلوني وحيد شلون خلوني، آه يقل أقبال الموت احنا انصار صحنا، اجينا الكربلا ندور شتن نشيد، وبالدم نشيد بالدم ونبني صرحنا، وبحزام الشرف جينا نتحزم. هذا حالهم، يقولوا له: اجينا لخاطرك يا ابن الميامين، برواح ودم نفداك يا حسين، صفت نيتنا وعلى الذبح ناوين، بنوايانا وقصدنا البار يعلم. ابن نصار يقول: قضايا حقل عليهم دون الخيام، والله ولا خلوا خوات حسين تنضام، فرد ونه فرد ونه، لا خلوا خوات حسين، بعد بعد انتم ضعاف. اريد منك عاشور الليله، لانك من الانصار ان شاء الله، وانت ان شاء الله مسجل في سجل الانصار، ارفعوا لديكم، ما اريد واحد ما رافع ايده. حبيبي يقول: هذا اليوم يوماي،
وغدا شف الأجل يا حسين، اشتريد السيف دم يجيب لما تعطش قلوب الفاطمة. يريد عاشور لي، أنا أريد نقرأ قصيدة سوية. يوماي حبيبي قول هذا اليوم يا والله حبيبي قول هذا اليوم يا ماي وغدا شف الأجل يا حسين، غدا شف الأجل يا حسين يا يا الله، غدا شف الأجل يا حسين يوم يا ماي اشتريت السيف دم جيب، اشتريت السيف دم جيب لا والله اشتريت السيف دم جيب يا ماي يا ماي لمن تعطش قلوب الفاطميه. فرد ونا فرد ونا يا الله لمن تعطش قلوب الفاطم يا حسين بضمايرنا صيحنا بك يا حسين يا حسين بضمى الطم واقرا الطم الصيح لا صيحت عواطف هاي لا دعوة وموجة لا صيحت عواطف لا وين الجواب بالأخير ايدك وصوت لا هذي من مبا ايه للعراق للعراق للحشد للحشد اقرأ المستهل يا بعد بعد جواب يا حسين بضمايرنا صيحنا بك لا صيحت اي لا دعوة جواب جواب هذي من ضبها 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 الطب عن سابق عيليم يا حسين وعن تركيز بالفكرة حبيناك ويتبعناك ونيتوقع غصاص مرة ونيتوقع وقيت محذور وساعاتي تمر خطرة ما بين إليك دينا وبين يدبر الغدرة ومع إحساسنا هذا ويلشفنا وننتظره آمنا وتوطنا على كل شي بعد يجرى معلوم ليش مزهر يوغز الشوك بالشجرة على ريحتكم شنو الأزهار نيتحمل أذى جمرة ويوم العاشر بعاشر هم يشهد
مع الذكر. تقرأ لو لا وياي يوم العاشر آهم يشهد مع الذكرى وكل طعنة تروح تشهد وكل سيف الطوبر طبرة حقيقتنا وطبيعتنا الكتبناها على الفطرة احنا وكل دماء ونحور وكل طعنة وجرح ونحور بساحات الشرف كلنا صح صح صح. جوابك جوابك يا حسين يا اقوى اقوى صحنا بارك الله بك لا صيحة ألطم ألطم هذه هذه من شوية لطم لطم شوية غبها غبها عافية على سيرة عقايدنا نحبكم يا بن داح الباب فتشنا بمحبتكم وما ظل على العين حجاب لا حب محترف طامع ولا حب هاوي شبي وغاب حب المحترف عنده بتحقيق الأرباح حساب وحب الهاوي يتنقل ويهواه على ساعة وغاب الحب حبنا على الفطرة العلم اعتقد بالألباب وروادي الأصول تقول علي اعتقد ما ينعب حبيناكم وإحنا بين الرحم والأصلاب وعلى هاي العقيدة نسير الحاضر واليجي والغاب وعلى كل صوت من عندكم نرفع صوتنا بإيجاب بصوتك من صحتي ينهل منا صير صوتك من صحيت صوتك من هل من ناصر جواب جواب ما بين الأصلاب احنا ارفع ايدك ارفع ايدك يا حسين يا لا صيحة عواطف بارك الله فيكم. أريد منك مطلب صغير أنا خادمك وأرجو ما تقصر. أوقف على حيلك وشيل إيدك ليلة الأنصار موقف شد لي إيدك شدها عزيمة قوية نجدد العهد مع الحسين نغلب هاي النفس الأمارة بالسوء نقهر الهوى نقهر الشيطان الدنيا استعد صرخة لله لرسول الله وآل بيته لعلي بن أبي طالب للحسين للطف للعراق للحشد لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين
إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخي وبحق أنصاره عجل لوليك الفرج. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والكافرين واهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. اطلب هذا الطلب أرجوك. اللهم انصر شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، اجعل بلدنا آمنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم شافي كل مريض، من أوصانا بالدعاء والمنظورين. اللهم اقض حاجة كل محتاج، فرج عن كل مكروب، اقض دين كل مدين. اللهم المحروم من الذرية قرعين، فرح قلبه. أولادنا بناتنا سهل أمورهم، ارزقهم النجاح والتوفيق، لا تسلط عليهم من لا يخافك ولا يرحم. اغفر اللهم ذنوبنا واستر عيوبنا وأحسن عواقبنا واجعلنا من أنصار الحسين. طلبوا حوائجكم أحبائي، نسألكم الدعاء. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الهدى.